اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ونذكركم تشاركونا وتفاعلون مع مواضيعنا عبر صفحاتنا في السوشيال ميديا، واكيد تشوفون اي شيء فاتكم في شاهد. وصلنا لفقرتنا الطبيه، واليوم بنتكلم عن مخاطر الوزن الزايد خلال فتره الحمل وكمان مضاعفاتها على صحه الام والجنين، خاصه ان نسبه كبيره من نساء الحوامل يعانون من زياده سريعه في الوزن بعد مرور اسابيع الحمل الاولى. ايش هي الزياده المسموح فيها، وهل تختلف بالنسبه للمراه الحامل بتوام ولا لا؟ معنا الدكتور سامر شعيب، استشاري الجراحه النسائيه وطب الجنين. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. اهلا فيك هدى. يعني عندنا فكرة سائدة أنه المرأة الحامل أنه لازم تأكل كثير ولازم تتغدى وتأكل عن اثنين وتبدأ يعني الأشياء الكثيرة اللي نسمعها حولنا، فإيش هي الزيادة الصحية اللي لازم تزيدها الحامل وما تزيد أكثر من يعني اللازم؟ هلا الزيادة الصحية بتعتمد كثير على وزن الامرأة قبل الحمل. بده يكون وزن الامرأة بالنورمال رانج. بالنورمال رانج نحن بنحكي بالبي ام اي، يعني كتلة الجسم تحسب وعلى اساسها بتصير حساب الزيادة. اذا كانت مثلا خلينا نقول البي ام اي تبعها اندر ويت، يعني اللي هي تحت 18، الزيادة الطبيعية انه تكون تقريبا بين ال 15 و 18 كيلو. اذا كانت نورمال ويت هي البي ام اي اللي هي كتلة الجسم طبيعية، بتكون الزيادة بين التسع كيلو وال 11 كيلو. سو بتعتمد كتير على البي ام اي. إذا كانت فوق ال 30 البي ام اي تبعها، يعني صارت اوبيز عندها سمنة، لازم تكون الزيادة حوالي التسعة كيلو. طب كيف نحددها هذه؟ يعني كيف أنا أقدر أتحكم في هذا الشيء؟ في بنات يكونون وزنهم حلو ومرتب أجسامهم قبل الحمل، ولكن تحمل وتظل تأكل سكريات وتأكل نشويات وتعبي يعني من كل شيء، ما تخلي شيء لحد ما تزيد أكثر من اللازم. صح، في خطأ شائع بيقولوا أنه إذا أنت حامل بدك تأكلي عن اثنين. هو الحقيقة لازم تفكري عن اثنين. كيف يعني بدك تفكري شو بدك تأكلي، قديش هو مهم الجنين هذا، شو بده مثلا بروتينات، بده دهون منيحه يلي بتجي من السالمون والافوكا لنمو جهازه العصبي لحتى ينمى بصوره مستمره. يعني الخربطه بالاكل يلي منزيد السكريات ومننقصهم خلال الفتره كل النهار بيؤدي انه بيزيد الانسولين بجسمنا وبينزل، والارتفاع والانخفاض بالانسولين بيعمل تجمعات دهون وتجمعات مي. سو النظام بالاكل جدا مهم. يعني في مقوله مشهوره شو بتقول، انه يو ار وات يو ايت، انت شو بتاكل، صحيح، شو بتتصرف، شو المود تبعك، قديش بتكون ستيبل، كله هذا بيعتمد على نسبه السكر بالدم. علو وهبوط الهرمونات والانسولين بياثر على كل شيء بالجسم، بياثر على نمو الجنين، بياثر على نوم الامراه الحامل، على الباور، على الانرجي اللي عندها خلال النهار. في كتير كتير اشياء نقدر نتجاوزها بس انه ناكل بشكل منتظم. منتظم. طيب ايش الامراض اللي تهدد الحامل والجنين لما يعني نلخبط شويه في اكلنا وما يكون اكلنا صحي او نظام معين؟ نحن حنحكي حقسم لك اياهم لامراض ممكن تتاثر الامراه الحامل او ممكن يتاثر الجنين. بتتاثر الامراه الحامل اذا اكلت بصوره غير منتظمه وكميات كبيره من الاكل، انه زياده الوزن السريعه ممكن تؤدي الى سكر الحمل، ممكن يؤدي الى ضغط الحمل، ممكن يزيد احتمال العمليه القيصريه بالولاده. اما بالنسبه للجنين ممكن يصير عنده تشوه بسموه بالظهر، يعني بالحبل سباينال كورد تشوه. ممكن الجنين كمان يصير عنده ماكروسوميا عملقه، بيكبر الجنين اكبر من حجمه، بيكبر كتافه، بتصير الولاده جدا صعبه. حتى بالنسبة للولادة المبكرة بتزيد نسبتها إذا زاد الوزن بصورة كبيرة. هلأ إذا نقص الوزن كمان بصورة كمان ممكن يؤدي أنه مشاكل بالنمو عند الجنين، مشاكل بالنمو الفكري عند الجنين، ولادة مبكرة، ممكن تقل الخصوبة عند الإمرأة، ممكن تزيد نسبة الإجهاض. سو هي القصة مش انه لا زيادة زي النقصان، زايد مثل الناقص مثل ما بيقول. صحيح. طيب هل يختلف وزن الصحي المرأة الحامل بالتوأم والمرأة الحامل بالطفل واحد؟ ايه طبعا اكيد. هلا المرأة الحامل بالتوأم في مسموح لها تزيد افريج لل 20 كيلو. مسموح لها بكل الاوزان، اذا كانت وزنها قليل او وزنها كثير، بشكل عام 20 18 20 كيلو مسموح. الامراه النورمال رانج واللي حامل بجنين واحد المفروض انه يكون 15 ل16 كيلو الوزن بشكل عام خلال فتره الحمل. طيب ايش هي المخاطر للزياده السريعه خلال الخاصه الاشهر الاولى للمراه الحامل؟
الزيادة السريعة ممكن تؤدي إلى انتفاخات واحتباس مي، ممكن تؤدي لضغط بالحمل، ممكن تؤدي لسكر بالحمل، ممكن تؤدي لولادة مبكرة، ممكن تؤدي لتشوهات بالجنين مثل ما قلنا بالجهاز العصبي للجنين. كمان حتى الجنين لما الولادة المبكرة وكل مخاطر الولادة المبكرة على الجنين ممكن تؤدي للزيادة السريعة بالحمل. إضافة بزيد احتمالية بعد الولادة هذا الجنين يصير عنده سكر حمل إذا صار في زيادة كتير سريعة بالوزن خلال فترة الحمل. كتير مهم المراقبة ونوعية التغذية ونوعية الغذاء. طيب دكتور، بعد الحمل وبعد الولادة نرجع عاد للحياة الطبيعية، فكيف المرأة تقدر ترجع وزنها الطبيعي وتنزل هذا الوزن الزائد اللي اكتسبته، وكم الفترة اللي المفروض أنه ينزل فيها الوزن؟ ممتاز. هلأ هيدي فيها تبلش قبل الولادة. كيف؟ إذا هي بتحسب بالبي أم آي بتحسب أنه هي مثلاً لازم ياخد جسمها خلينا نقول 1100 كالوري بالنهار على حسب وزنها طبيعي. بالتاني بالتلت المدل التلت النصاني من الحبل إلى حق تزيد 350 كالوري فوق ال 1100 اللي بتاخدهم هي خلال النهار. بالجزء الأخير من الحبل اللي هو 3 أشهر الأخيرة إلى حق تزيد 450 كالوري، إذا بتلتزم فيهم بتبلش تفقد وزن مع خلال أثناء الحبل اون توب الجنين بضله عم ينمى بشكل ممتاز. حلو. إذا ركزت نوعية الأكل بعد الولادة مباشرة إذا بترضع هيدي بتضيق بتفقد 500 كالوري بالنهار غير الكالوري اللي بتفقدهم بالنسبة لجسمها ولوزنها. هيدي برضاعة طبيعية، هيدي أول 6-7 أسابيع بالنهار زيادة 500 كالوري it's very important، يعني كانوا عم عالتردمل شي 25 minutes. صحيح. هيدي 500 كالوري. الشغلة الثانية بدها تتبع نظام غذائي، تقسيم الأكل تقسيم الوجبات إلى 6 وجبات مطرح 3 وجبات بنفس الكمية من الأكل بيدعم العملية الأيضية، بيزيد الميتابوليك ريت، بيدعم عملية الحرق كل النهار. نفس الشيء بيصير يزيد ينقص الوزن مزبوط. زيارة أخصائي التغذية، نوعية الأكل اللي عم تاكلها، الحركات الرياضية تبلش تلعب رياضة دغري بعد عملية الولادة، كله هيدا بيؤدي إنه ينزل وزنها، خاصة الوزن الماء يعني في احتباس ماء بيصير بعد الولادة كثير عالي، فبتقلل مثلا الأملاح، تعمل ستريتشنج، كله هيدا بيدعم الغدد اللمفاويه وبيدعم الكارديو فاسكولار سيستم وبتخلي هالموضوع ينزل بسرعه الوزن بصوره يعني سريعه. طيب دكتور، تحس انه صح انه مثلا انا الحين مقرره احمل بعد 3 شهور 4 شهور لا تحبلي ما اعرف يعني بالويبه، لكن الدكتور بعد 3 شهور 4 شهور انا فكرت احمل، هل احط خطه معينه مثلا انزل وزني اهتم بصحتي اكثر؟ سؤال جدا مهم. يعني ممكن انا الحين نقول وزني 60 صح، انزل لحد مثلا 50 او 55 واقول خلي هذه الزياده اللي ازيدها في الحمل؟ ممتاز السؤال. بتروح بتشوف البي ام اي تبعك قديش البي ام اي، انت لازم يكون البي ام اي بين 18 مثلا وال 25، هيدا نورمال بي ام اي للامراه قبل الحمل. اذا قربناه لهيدا المطرح بتكون عم تعمل شيء كثير منيح، ما مفروض يكون وزنك لا نازل تحت 18 بالنسبه ولا طالع لل 25. ولما تفوتي بالعمليه الحمل اكيد بتبلشي تنظمي الاكل، تنتبهي على نوعيه الاكل، تقسمي الاكل لست وجبات، تضلك تمارسي الرياضه، تنتبهي على مع اخصائيه التغذيه شو عم تاكلي، لانه مثل ما قلت عم تاكلي لاثنين بتفكري لاثنين بتفكر. مش بتاكلي لاثنين، يعني هيدا مهم للبيبي باكله، هيدا مش مهم ما باكله، بس اذا عملنا هيك حناكل صحي وما حيزيد وزننا اكيد، بنشرب مي مزبوط، بنعمل حركات رياضيه، بنقلل املاح، بيمشي الحال ان شاء الله يا رب، وان شاء الله يعني يا رب يهون على كل بنت حامل وتولد بصحه جيده ويكون الطفل بصحه جيده. شكرا لك دكتور سامر الشعيب وشكرا لحضورك معنا اليوم. أهلا وسهلا. وخلينا نشوف بعض النصائح للمراه الحامل وخاصه الحامل بتوأم.